طيب لما وصلت نيافتك ألمانيا ونيافتك راهب، شفت الخدمة بوجه عام إزاي؟ وكان في كام أسرة قبطية بدأت بيهم الخدمة، وكنتوا بتتجمعوا فين؟ الكنيسة القبطية في ألمانيا هي كنيسة تعتبر حديثة العمر. ابتدت الخدمة من 1970 1972 لما أبونا صليب سوريال جه في مدينة اسمها باد ناوهايم عشان يعمل علاج في القلب، وأثناء وجوده هنا طلب الناس منه أنه هو يعمل قداس، وابتدى يعمل في مدن أخرى، يشيل البقجة على كتفه ويروح الكنائس ويعمل مذبح متنقل ويعمل قداسات في فرانكفورت وفي هانوفر وفي أماكن أخرى. وبمرور الوقت البابا كرولوس بعت رهبان وبعت كهنة، وبعد كده تم تأسيس دير كروفلباخ، جم ثلاث أباء من دير البراموس، ومن هناك ابتدت الخدمة تتمد إلى مدن كثيرة. الأول كنا بنبقى ضيوف على كنيسة كاثوليكية أو كنيسة إنجيلية ونأجرها أو نبقى ضيوف عليهم، وشوية بشوية ابتدت الكنائس تشتري مباني أو تبني زي دير الأنبا أنطونيوس في كروفلباخ، الأنبا ميشائيل، وقتها كان قدس أبونا ميخائيل براموسي عمل مبنى جميل للكنيسة الدير بتاعت الأنبا أنطونيوس، وده أول كنيسة تبني في أوروبا. وابتدينا يا إما ناخد كنيسة ونشتريها من الكاثوليك أو من البروتستانت أو من طوائف أخرى، وشوية بشوية ابتدت الكنيسة يبقى لها كيان ولها وجود. لما جينا هنا ألمانيا زمان ما كانش الناس تعرف يعني إيه كنيسة قبطية، وما كانش حد يتخيل إن مصر فيها مسيحيين أقباط. كل الناس كان عندها تصور إن مصر بلد إسلامية، ولما نحكي لهم إن في كنائس وأديرة وفي أقباط في مصر كانوا مش مصدقين، مذهولين من الحقيقة دي. بمرور الوقت ابتدت الناس تعرف عن الكنيسة القبطية، وابتدت الكنيسة القبطية تشارك في المجامع المسكونية وفي الاجتماعات المسكونية، وابتدت الكنيسة القبطية تشارك بالألحان وبالتعاليم وبالقصة بتاعتها، أصل الرهبانة، كنيسة الشهداء. وابتدت الكنيسة القبطية بمرور الوقت تشتهر زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر، نتكلم عن ظهور العذراء، نتكلم عن كنيسة الشهداء، نتكلم عن كنيسة الرهبنة، نتكلم عن الأسرار، نتكلم عن تعليم الآباء.